تحية لمتابعين صفحة اليوفنتوس على الانستغرام. مثل ما بتعرفوا، مع ممارسة الرياضة بزيد إفراز التعرق، والرياضيين معرضين أكثر من غيرهم للرطوبة الزايدة. من أكثر المناطق اللي بتصاب بالتعرق هي القدمين، وهيدا الشيء بخليها عرضة أكثر لتراكم البكتيريا والفطور ورائحة القدمين الكريهة. لنتفادى هالمشكلة، ينصح بارتداء الجوارب القطنية اللي بتمتص الرطوبة، والأحذية الطبية المخصصة للرياضة، ورشة باودر اللي بتنشف المنطقة وبتجففها.